اليوم الجميع تيعرف على انه الحكومه مازال يعني متجاهله لما يقع اليوم يعني في المجتمع المغربي، اللي اليوم مازال تيكتوي يعني بغلاء الاسعار على كافه المستويات، غلاء الاسعار فيما يتعلق يعني بالمواد الاساسيه الخضروات الى غير ذلك، وغلاء اسعار ديال المحروقات، لان اليوم لحد الان مازال ما كاينش اجراءات ولا تدابير اللي من شانها انها تحد من هذا الغلاء، في الوقت اللي كنلقاو على ان الحكومه كتتجه نحو عقد صفقات لصالح يعني لوبيات لصالح راس المال المتوحش على حساب المغاربه، لان لو كان هذه الحكومه عندها شويه حرص على مصلحه البلاد وعلى مصلحه الوطن كان عليها انها تتخذ اجراءات لتخفيف هذا الغلاء، في الوقت اللي تلقاو على انه ما كايناش نهائيا تدابير اللي تحد من الغلاء اللي مازال اليوم يعني كيكتاووا به المغاربه، وبالتالي هذا كيسأل الحكومة فينا هي الحكومة مما يقع اليوم في الأسواق وفي الزيادات، يعني اللي يوما بعد يوم كنلقاو على أنها كتتفاقم وكتزيد تدهور القدرة الشرائية ديال المغاربة، وهذا كيسجل غياب تام للحكومة وصم ديال الأذان والتجاهل ديالها لكل ما من شأنه أنه يحافظ شوية ولا يدعم على الأقل القدرة الشرائية ديال المغاربة، وفي الحقيقة هذا مؤسف، هذا مؤسف. اليوم كنشوفوا أولا كاين مجهودات جبارة كتقوم بها الحكومة من أجل الاستباق كنعرفوا بأن شهر رمضان إن شاء الله راه ما بقى ليه والو، وكنشوفوا كيفاش يعني هذه الندرة ديال التساقطات، هذا الشيء ديال المضاربات اللي كيكونوا، وكنشوفوا كذلك كيفاش أن اليوم كاين اجراءات اللي هي ملموسه. السيد وزير الفلاحه تلقى مع المهنيين ديال الصيد البحري، تلقى المهنيين ديال الفلاحه باش يوجدوا لهذه الفتره اللي غادي تكون فتره صعبه، خاصه انه كتلقى مع هذه الموجه ديال البرد اللي هي موجه غير مسبوقه، كتوصل احيانا لناقص 3-4 درجات في بعض المناطق المنتجه للخضار والفواكه، واللي اثرت على الاسعار ديال بعض المواد الفلاحيه، ولكن اكيد ان هذه الاجراءات غيكون عندها الوقع ديالها. تم كذلك توقيف الاستيراد ديال اللحوم الحمراء، الابقار والعجول، حتى نشوفوا الوضعيه ديال القطيع الوطني، لان دائما خصنا نفكروا في الفلاح المغربي ونفكروا في المنتج الوطني، انا ذاك غيتم اتخاذ القرارات المناسبه في التوقيت المناسب، والغايه هو انه تكون الوفره اولا، لان في ظل هذه الظروف ديال شح التساقطات راه الواحد خصو يفكر اولا في الماده خصها تكون موجوده في السوق، ومن بعد نشوفوا شنو هو الاجراءات اللي ممكن دار باش ما توصلش يعني الاسعار لمستويات ما يقدوش عليها المغاربه. وهو في الحقيقه الا بغيتي تنتج يعني المنتوجات الاستهلاكيه الاساسيه، يعني من اللحوم، من الخضر، من الفواكه، من حبوب، من زيوت، من خاص الماء. خاص الماء، ولهذا ملي كيكون الماء قليل كيكون سنوات ديال الجفاف. بالفعل حنا كنشوفوا غير الزيت ديال العود اللي كان كيسوى 30 درهم 40 درهم دابا راه 80 درهم في بلاصتو 90 درهم باش وصل، هادشي راه الغلا بزاف، لانه المنتوج تراجع كمن تراجع كمن، واخا كيف ان راه مازال المنتوج راه هو مزيان، ولهذا خاص هنا سياسات استباقيه خاصها تعتمد لها الدوله باش يمكن لها تسقف الاسعار ديال المواد الاستهلاكيه الاساسيه. شحال هذه كانت ذاك صندوق المقاصه، هذا صندوق المقاصه خصنا نشوفوا كيفاش نخدموه بطريقه ناجعه باش يستافدوا الفقراء والطبقات المتوسطه التي الحقت بالطبقات الفقيره، باش يمكن لنا اننا ننتجوا مواد غذائيه تبقى في المتناول. وبالمناسبه خاص تشجيع الفلاح، ان الفلاح ملي كيشوف الموسم ما فيهش الشتاء كيقول انا غادي خصني ندير الاسمده ونشري الحبوب اللي هي غاليه، وانني خصني نشري المازوت اللي هو غالي، وكتبقى المشكل ديال غلاء الطاقه في بلادنا اساسي بالنسبه للغلاء ديال النقل وديال المعيشه كلها، ولهذا خصنا نتحكموا في السعر ديال الطاقه في بلادنا، على الاقل لما كناش حنا عندنا البترول والغاز والفحم الحجري كنجيبوهم على برا، على الاقل تكرير يكون هنايا في بلادنا باش تنزل الكلفه ديال الطاقه، وباش يمكن لنا اننا عبرها غادي تنزل الكلفه ديال المواد الاستهلاكيه كامله. اكيد انه المغاربه كاملين ماشي غير يعني المواطنين، نحن كلنا معنيين بالغلاء، الازمه ديال غلاء الاسعار اللي الانعكاسات ديالها ولا هي نتيجه ديال واحد العدد ديال الظروف سواء دوليه ولا اقليميه ولا الوطنيه، ولليوم راه كتشوفوا انه قانون الماليه ديال 2024 جاب واحد العدد ديال المقتضيات من اجل تشجيع المواطن المغربي والرفع من قدراته الشرائيه. اكيد انه
المشروع الملكي الكبير ديال ورش الحمايه الاجتماعيه، كاين المشروع ديال ورش الدعم المباشر للمواطنات والمواطنين، لا سواء انا من خلال الاسر اللي عندها الابناء كيتمدرسوا، المعاق، اشخاص في وضعيه اعاقه، المسنين، واحد العدد الفئات اللي غادي تستافد من الدعم المباشر، ايضا المشروع ديال الدعم المباشر للسكن وغيره من المشاريع، واللي مشروع مهم وخصنا نعطيوه الحق ديالو في الاعلام وفي التواصل على هذا المشروع ديال الدعم المباشر للسكن. هادو كلهم برامج من اجل الرفع من القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين والتخفيف على الكاهل ديالهم امام ارتفاع اسعار واحد العدد ديال المواد، لا سواء الغذائيه ولا ايضا مواد البناء اللي رفعات من 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 وغلات ربما حتى السكن، واحد العدد من من يعني من المجالات اللي اليوم كتعرف واحد الغليان في الاسعار. لذلك فالمواطنات والمواطنين خصنا نتفهموا احنا كاملين، لانه الا غلات مطيشه ما غلاتش على فقط واحد الفئه، راه غلات على الفئات كاملين، اللي عنده واللي ما عندوش، راه كلشي مقيوس. يعني خصنا نعرفوا بانه كاين ازمه كتمر منها بلادنا بحال جميع بلدان العالم، نتفهموا ويكون عندنا الصبر ديالنا ونترجوا الخير، وعندنا الامل في الحكومه بانها توجد اكثر واكبر عدد من الحلول. اليوم منصة ديال السجل الاجتماعي موحد اللي على اساسها تيتعطى الدعم الاجتماعي المباشر، هذه منصة اللي كتعرف غادي تعرف تحديث من اجل ملائمه المؤشر مع مختلف الفئات المجتمعيه حتى انها تستفد من الدعم المباشر. هادو كلهم اجراءات اللي ونتمنوا ان الحكومه ايضا تجيب لنا اجراءات اخرى من اجل يعني مواكبه المواطنات والمواطنين في قدرتهم الشرائيه. وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.